الشعبويين، كيفاش تقرأ هذا ما سمي بالفوز التاريخي باعتبار وأن فوز ترامب رافقه فوز كاسح في الشيوخ وفي الكونغرس؟ وهذا يفسر بالعديد من المعطيات، فيما يتعلق بالمعطيات الداخلية وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية. يعني الصوت العربي والإسلامي هذا معطى من المعطيات طبعا، في بعض المدن يسمى سوينج ستيتس، يعني المقاطعات المتأرجحة. يعني كان الصوت العربي والإسلامي مؤثر إلى حد كبير. طبعا المكون الإسلامي قليل 3% من مجموع الأصوات، ولكن في ظل تقارب النسب يعني أصوات الأقليات تكون مرجحة. مثلا في ميشيغان وفي بنسلفانيا وكذا كان الصوت العربي والإسلامي يعني مؤثر إلى حد كبير، إلى جانب الأقليات. اللي وقع هو أنه اللي انتخبوا ترامب مش حب في ترامب في حقيقة الأمر، ولكن كره وموقف سلبي من الديمقراطيين. وموضوع غزة، العدوان على غزة ولبنان كان مؤثر في اتجاهات الرأي العام الأمريكي، وخاصة بالنسبة للعرب والمسلمين وحتى الشباب، العديد من الشباب. لأن تاريخيا الحزب الديمقراطي قاعدته الأساسية هي من الشباب ومن الأقليات، من السود ومن الملونين واللاتينوز، معناها اللي انحدروا معناها من أمريكا اللاتينية. لكن وقع ما يشبه الارتحال الجماعي بنسب كبيرة، معناها من الأقليات وحتى النساء ومن الشباب ينتخبوا ترامب، يعني ليس حبا في ترامب ولكن كرها في الديمقراطيين بسبب الموقف اللي شافوه معناها في من العدوان على غزة والمماطلة والمناورة، حرب إبادة جماعية استمرت تقريبا مدة ما يزيد على 13 شهر الآن. نعم. وإلى حد الآن لم يتحرك ساكنا للإدارة الأمريكية، وكل ما هنالك مناورات ومبادرات على المبادرات لإعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو ليستمر في حربه وفي إخضاع الشعب الفلسطيني، الشعبين الفلسطيني واللبناني. مجيء ترامب وعلاقته بالديكتاتوريات العربية، يعني أنا ما نشوفش اللي الخطوط العامة للسياسة الأمريكية ستشهد تغيير كبير. يعني هم الديمقراطيين والترامب والجمهوريين كلهم دعموا الديكتاتوريات العربية بشكل أو بآخر، ولكن الديمقراطيين يدعموهم مع رفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان للتسويق السياسي. ولكن واقع الحال يعني كل هذه ما يسمى real politics، يعني ما يسمى بالسياسة الواقعية، واللي هي سياسة في حقيقة الأمر ميكافيلية قائمة على معناها الاعتراف والتعامل مع الأمر الواقع. الجمهوريين يعني لا يتورعون باش يدعموا هذه الديكتاتوريات، وكما قال ترامب على السيسي قال my favorite dictator، يعني الديكتاتوريا المحبب، فما عندهمش مشكلة أن يدعموا الديكتاتوريات ما دام العنوان الرئيسي هو ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. أنا تقديري الخطوط العامة للسياسة الأمريكية في المنطقة لن تتغير كثيرا، لأن عندها ثوابت رئيسية. ربما ما سيتغير هو التكتيكات، مناهج العمل والتصريحات والتكتيكات ربما تتغير، ولكن الخطوط الأساسية اللي هي بالأساس قائمة على الانحياز لإسرائيل وضمان التفوق السياسي والاستراتيجي والعسكري الإسرائيلي على العالم العربي وعلى المحيط الإسلامي بصفة عامة، ما يسمى بدول الدول الشرق الأوسط، هي ثابت من الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية، وبالتالي لن نشهد تغيير نوعي. فيما يتعلق بمراجع عن الضغط على قطر من أجل طرد قادة حماس، أليس تغيير مباشر هذا محدد ربما؟ أنا ما شفت الموضوع هذا فيه قدر كبير معناها من الانتحال. ما هوش صحيح أن قطر معناها طردت قيادات حماس، وما موجودين في قطر، ولكن أنا شفت موقف قطر موجه للإدارة الأمريكية بالأساس، بمعنى أنها لا تريد أن تكون وسطتها غطاء للإستمرار في الحرب، لأن الوساطة متاع قطر وحتى متاع مصر في حقيقة الأمر يعني استخدمت ذريعة مجرد مناورات سياسية ووفود ومقابلات مثل ما ذكرت ومبادرات عن المبادرات، ولكن واقع الحال تستمر الآلة العسكرية الإسرائيلية في الفتك معناها بالشعب الفلسطيني ثم بالشعب اللبناني. فهو موقف احتجاج في حقيقة الأمر نفهمه من الإدارة الأمريكية أكثر مما هو احتجاج على الطرف الفلسطيني، بمعنى احنا ما عادش قادرين نقوم بهذه الوساطة، ولأن ما عادش قادرين يقوموا بدور هذه الوساطة لأن استخدمت مجرد غطاء لاستمرار الحرب. أنا هكذا أفهمها. 400 يوم 13 شهر على الطوفان، إلى أين يسير الطوفان؟ يعني الوضع ليس سهل، يعني مستوى المعاناة الإنسانية والتقتيل والتخريب يعني مهول جدا. أنا تقديري ربما هذه أفظع الحروب القرن 20 و21، لا تقارن حتى
بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يعني مستوى الخراب ومستوى التقتيل الجماعي. نحن إذا حرب إبادة جماعية، والجديد في الأمر أن حرب إبادة جماعية منقولة على الهواء في عصر يعني الرقميات، في عصر الإعلام الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي تنقل صورة حية. يعني ما نراه اليوم نعم مشاهد تقطع القلب، يعني من قتل النساء والأطفال واستهداف المدنيين وضرب المدارس والمستشفيات وكل مقومات الحياة في حقيقة الأمر. ثم انتقل الأمر من غزة إلى لبنان. لبنان نعم، فما الذي حققته إسرائيل من ناحية الأهداف العسكرية والاستراتيجية؟ لم تحقق شيئا يذكر في حقيقة الأمر، فشلت لحد الآن. لأن كيف تقيم السياسة الإسرائيلية أو الخطة العسكرية الإسرائيلية بمدى قدرتها على تطبيق أهدافها؟ الأهداف الرئيسية اللي أعلنها جيش الاحتلال في البداية في غزة، اللي هو ضرب المقاومة وتفكيك بنية التحتية ثم استرجاع الأسرى بقوة السلاح، لم يقع شيء من ذلك. كل ما نجح فيه هو قتل المدنيين طبعا. يعني ولكن أنت مستوى قتل ونجاح في تخريب الأول مرة بهذه الصورة، هذا قتل ولكن رموز المقاومة. نعم هذا لا يعتبر معناها نجاح عسكري ولا سياسي. يعني هذا دليل على غياب الأخلاقية، غياب معناها الحد الأدنى من الروادع الأخلاقية والإنسانية. لأن إسرائيل مش قاعدة تقتل في خصومها اليوم، يعني بمعنى تقتل في المقاتلين أو في عناصر المقاومة، قاعدة تقتل في مدنيين من النساء والأطفال. يعني وكل العالم رأى، شاهد ذلك وما زال يشاهد هذا الأمر. وكذلك الأمر في لبنان. في لبنان أيضا توحلت أقدام الجيش الإسرائيلي، لحد الآن لم يتمكن من طرد المقاومة إلى ما بعد نهر الليطاني. تقدم ربما بضع كيلومترات، يعني توغل محدود، ولكنه لم يتمكن من السيطرة على الأرض، بما يدل على أن ميزان القوى العسكرية لحد الآن ليس لصالح جيش الاحتلال، ليس لصالح إسرائيل. طبعا نتنياهو، يعني هناك مسافة كبيرة بين ما أنجزه على أرض الواقع وبين طموحاته وأحلامه. نتنياهو يتحدث باستمرار عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، وهذه بالمناسبة ليس أمر جديد. يعني كل القيادات الإسرائيلية منذ شمعون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد تحدث عن إعادة تشكيل الخارطة في الشرق الأوسط، والمقصود بشرق أوسط جديد بمعنى إقامة نظام إقليمي تتحكم فيه إسرائيل بصورة كاملة، العصب الحيوي بتاعه أو العاصمة الأساسية تكون في تل أبيب، تتحكم في الاقتصاد وفي المال وفي السياسة وفي الجيوش وفي الجانب الأمني. بعض الدول العربية انخرطت في هذا المسار، بعض الدول العربية الأخرى ما زالت مترددة أو رافضة. ولكن هذه الخطة الإسرائيلية مدعومة أمريكية طبعا، وبالتأكيد يعني الديمقراطيون بايدن دعم هذا المشروع، وترامب سيدعم بكل تأكيد هذا المشروع، لأن هذا المسار أيضا بدأ مع الاتفاقية الإبراهيمية وما سمي بصفقة القرن، اللي يعطي إسرائيل ما تحتاجه من تطبيع، ثم معناها تسليمها مقاليد الأمور لقيادة منطقة الشرق الأوسط ومن في القلب منها العالم العربي على وجه التحديد. هل الطوفان منح الفرصة لليبراليين العرب والديمقراطيين العرب وأنصار الثورات العربية من يكتشفوا يتحسسوا الصورة غير الصورة التي تأملوها في الديمقراطيين الأمريكيين؟ يعني على كل حال، حينما يتعلق الأمر بالمصالح الكبرى تختفي مقولات الديمقراطية. وللأسف يعني السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، يعني مثل ما ذكرت، محكومة بالمصالح الباردة الذي يقودها هي يعني العقل الاستراتيجي، معناها بحسابات باردة يقودها موضوع النفط، يقودها موضوع إسرائيل، موضوع ما يسمى بضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، واللي الترجمة العملية بتاعه هي حماية الأنظمة السياسية والديكتاتوريات العربية. يعني في نهاية المطاف، يعني هذا أمر معلوم، قد يكون مثل الأمر خيبة أمل لبعض الليبراليين، ولكن هذا واقع الحال. من يقرأ يعني الخطوط العامة للسياسة الأمريكية، ومن يدرس يعني مكونات أو اتجاهات السياسة الدولية في منطقتنا التي تسمى بالشرق الأوسط، يدرك هذه تقريب بديهيات في العلاقة الدولية. يعني سياسة انتهجها الأوروبيون، انتهجتها بريطانيا قبل أن تسلم القيادة أو زمام الأمور بعد الحرب العالمية الثانية لصالح أمريكا،
وهي قائمة على التحكم في منابع النفط والتحكم في الموارد والمضائق والبحار وزرع القواعد العسكرية. ثم أضيف إلى ذلك منذ سنة 48 تركيز كيان استيطاني في قلب الشرق الأوسط وفي قلب العالم العربي للتحكم في مصائره وفي اتجاهاته العامة. إسرائيل ليست مجرد كيان يعني يعيش على إمكانياته الذاتية، هي امتداد في حقيقة الأمر للمنظومة الغربية، هي عبارة على قاعدة سياسية وعسكرية متقدمة في الشرق الأوسط للتحكم في شعوب المنطقة والتحكم في مصائرها، وهذا ما بينته الحرب الأخيرة على غزة ولبنان.